عام 2011 تاريخ سيغير وجه سوريا إلى الأبد. مدن كاملة تنتفض على نظام حكم البلاد على مدى عقود مستنداً إلى سياسة القتل والإقصاء والتهميش بحق من يجرؤ على معارضة النظام القائم. قبل الثورة كان السوريون يدركون تماماً أن مصير من يعارض نظام الأسد سيكون الموت أو التغييب في دهاليز الاعتقال السياسي. طل الملوحي هي إحدى ضحايا النظام قبل الثورة. اعتقلت طل عام 2009 وهي طالبة في المرحلة الثانوية وأدينت بتهمة التجسس. ومنذ ذاك وهي مخفية قسراً رغم انتهاء مدة محكوميتها. غيبت طل تماماً ويرفض النظام الكشف عن مصيرها. اعتقال طل إجا بفترة فعلاً كانت سياسة كم الأفواه بسوريا. طل اعتقلت لأنها حكت وحكت بالوقت اللي ما كان لازم تحكي فيه. حكت بالوقت الغلط. كتبت. يعني بهي الدولة الكتابة فيها جريمة، التفكير جريمة، الكلام جريمة، حتى الأحلام جريمة. اليوم طل مغيبة من وقت اللي كانت بسجن عدرا وعلى أساس أنه هي توقع إخلاء سبيلها وتم اقتيادها لفرع تاني. ما حدا بيعرف شو مصيره. ومع اتساع رقعة المناطق الثائرة لم يعد من فرق بين شابة أو شاب، فقد تساوى الجميع في القهر والاستهداف. ومن ينجو من أقبية المخابرات والأفرع الأمنية خبر قصصاً مروعة عن معتقلات الموت. فأن تكون معارضاً في سوريا يعني أن تستعد في كل لحظة كي تمتد إليك يد الاختطاف، يد كما تطال الرجال فهي تطال النساء أيضاً. لا أحد خارج دائرة الخطر. اعتقال كان ب 2014 20 10. إجا فرع الأمن السياسي بطرطوس. أنا كنت بطرطوس بحكم أنه نحن كنا عم نتنقل داخل سوريا لأنه الوضع الأمني كان بحمص ما هو صالح للعيش. إجا دورة الأمن السياسي اللي عنا على البيت، سلمتهم جهاز الأيسر، هو كان فاضي. كان التبليغ دقيق جدا لدرجة أنه عرفانين عندي جهاز تاني توشيبا. قالوا طلبوا مني أنه جيبه. طبعاً أنا كثير تلبكت لأنه بعرف حالي أنه خلص أنا يعني رحت فيها. يعني أنا عرفاني حالي أنه على جهاز التوشيبة ما كان فاضي وأنا كنت عم حاول خبيه ما طالعه برات البيت. كنت يعني ناشطة بالمجال المدني من بداية الثورة، شاركنا بالمظاهرات والاعتصامات، ولهالسبب اعتقلت ب 31/12/2012 بعد ما صارت أحداث دارية الأخيرة وتهجروا كل أهل المدينة منا. فدخلت أنا لدارية كنت عم أعمل تحقيق صحفي عن المشفى الميداني لجريدة عن بلدي. بهي الأثناء كان في أساساً هو اشتباك ما بين الشباب اللي بالمعطمية والحاجز، يعني كانت أساساً الأوضاع متوترة بالمنطقة. فبأول بكون في غير أنا في شابين كمان معتقلين معي بنفس الغرفة اللي على الحاجز. فبيجوا الجيش الحر تبع المعظمية وبصير في اشتباك قوي بين العناصر الموجودين على الحاجز والجيش الحر. بصير ضرب كتير، ويعني لدرجة أنه يعني الرصاص صار فوق راسنا عم يمر. نحن لما نحكي للرأي العام العالمي عن تجربة الاعتقال دائما الفكرة أنه في شرطي بلباس أنيق بيجي بيدق الباب مع مذكرة توقيف بتهمة واضحة بتوضيح للعائلة وللشخص نفسه أنه هو رايح. لكن الحقيقة بسوريا نحن نتعرض للاختطاف. أنا مثلا كنت بباص البولمان طالعة من مدينة دمشق إلى مدينة حلب، وفعلا تم اختطافي من أشخاص مجهولين. تم اقتيادي لجهة مجهولة، معصوبة العينين، مربط الأيدي، كانوا بلباس مدني، بسيارة مدنية كمان. فكل يعني كل المشهد كان يوحي بأنه مشهد عصابة عم تختطف. We'll be right back.
مجرد أنه يسمعوا دارية أنه أنت من دارية يعني يبلش الضرب. ما أعرف كيف الكفوف يعني عم تجيني ببطن العسكري يضربوني على وشي كذا. بعد الضرب وهيك بحطوني بالسيارة بيقولوا لي أنه اعتقلنا زوجك. فأنا أتوقع أنه تكون مسحة يعني مشان يخوفوني وكذا. وبالفعل يعني بسمع بعدين صوت زوجي لأن كنت أنا مطمشة. بحطوا زوجي بالطبون السيارة ورا وأنا بالقدام وبنزلونا على مطار المزة الجوية. يوجد ثلاث مراحل للاعتقال في سوريا. يوجد مرحلة الاعتقال الأولي اللي هي أسوأ المراحل والعدد قليل جدا من المعتقلين والمعتقلات يخرجوا من أقبية الأفرع الأمنية. المراحل الأولى يتم الاعتقال في الفروع الأمنية ومن ثم يتم تحويل المعتقلين أو من تبقى منهم عم معظم للأسف يعني المعتقلين والمعتقلات بيموتوا تحت التعذيب. بات ثابتا لدى الناشطين السوريين أن النظام يوسع من أعداد النساء المعتقلات لديه حتى ولو لم يشاركن في النشاط السياسي بهدف الضغط على عائلاتهن. كما يعمد النظام إلى فرض عقاب جماعي على أهالي بلدات ومدن ثائرة، فيتولى الأمن مهمة اعتقال الأعداد الأكبر من السكان. وهنا أيضاً النساء لسن استثناءً. طبعاً العدد مهول، عدد كتير كبير من النساء وفي منهم تحت 18 جايبينهم بتهم كتير سخيفة إنه تنزيل طيارات عن طريق الدوشكا. إنه طفلة هالقدة بدها تنزل طيارة من عن طريق الدوشكا. وقت اللي خبروها إنه هي بدها تروح على المحكمة وعرضوها قدام القاضي، قام القاضي صار يضحك. وأغلب النساء اللي كانوا موجودين يعني ما لهم علاقة، يعني أكثر النساء هني فعلاً يعني لا لهم مؤيدين ولا لهم معارضين، يعني ما لهم علاقة بالشيء أبداً. يعني نسبة 1% هني اللي كانوا فعلاً مشتغلين مثلي. يعني اكتشفت إنه كثير من النساء المتواجد يعني أساساً كثير من النساء المعتقلات ما لهم علاقة إذا بدك بأي بالثورة أو بالوضع السياسي. يعني اعتقلوهم يا أما ضغط على أحد أقربائهم، الأخ بيكون مثلاً بالمعارضة المسلحة، الأم كذا، فإنه عم يضغطوا. كتير قابلت نساء مثلاً لما تحولت بعد الفرع الأمني على السجن المركزي، كانوا نساء بالسبعينات من عمرهم معتقلات فقط لأنهم هن من منطقة الحولة. في سيدة كانت مريضة قلب وعندها كتير مشاكل صحية تم اعتقالها فقط لأنها من الرستن. كل هاي المناطق غير الصبايا من دارية ومن دوما ومن المناطق الثائرة كان دائماً عم يتم الانتقام على الهوية. الرقم الموثق الأكثر دقة الذي نتكلم عنه عندما نتكلم عن الاعتقال نتكلم عن 230 ألف معتقل. لكن لأكون دقيق، نحن نتكلم هون عن الاعتقال السياسي، لكن أيضاً يوجد في سوريا ملف جداً صعب وهو ملف الاختفاء القسري. والأرقام المختفين قسرية يتجاوز أيضاً 140 ألف مختفي قسرياً في بعض المحافظات السورية التي تخضع الآن لسيطرة النظام. أما أرقام المختفين قسرياً والمعتقلين في الشمال السوري وفي المناطق التي تخضع للمعارضة السورية نتكلم عن حوالي 8000 مختفي قسرياً. المناطق التي تحت سيطرة داعش لا يوجد أرقام، يوجد تخمينات والتخمينات تتكلم عن حوالي 23 ألف مختفي. آلية التأكد هي فقط أنه يطلع حدا من المعتقلين أو المعتقلات داخل هذا الفرع شاهد هذا الشخص وقدر يأخذ رقم تليفون أو وسيلة تواصل يروح يخبر أهله. الحديث عن مراحل الاعتقال والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات المعارضات للنظام يشي بوجود سياسة منتهجة في مراكز الاعتقال وسجون المخابرات لإنهاك المعتقلة جسدياً ونفسياً
وعقليا على حد سواء. بطرطوس فرع الأمن السياسي، طبعا أخذونا كل واحد لحاله، أنا وأخي وأمي وأبي، صار تحقيق كل واحد لحاله، عم يحاولوا كانوا أنه يعني يوقعوا حدا من بيناتنا. أنا بعرف حالي أنه أنا مشتغلي يعني للثورة ومشتغلي كان عندي كنا بتنسيقية بحمص، قلت لهم أنه أنا عندي على اللابتوب هيك 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 فيكم تشوفوا، أهلي ما لهم خبر باللي عم يصير. كانوا يجوا يعرضوني من الغرفة الساعة 12 بالليل ويدوروا فيني بمطار المزة، يعني مثل عذاب نفسي، وطول الوقت يقولوا لي وقعتي وما حدا سمع عليكي، اكتشفنا شو عم تشتغلي، يعني وتهديدات وحكي. فبدهم كان يعرفوا مني وين بيصنعوا العبوات الناس فين، وين المقرات الجيش الحر والحكي هذا. فقال له انا انه ناشطه سلميه، يعني انا ما لي علاقه بموضوع السلاح. وهي انا وقت اللي استقبلوني يعني كانت الشتائم والحكي اللي يعني لا يليق لا بأنثى ولا بأي كائن بشري. طبعا بيلعبوا كتير على الوتر العرض والشرف والعادات والتقاليد. طبعا شافوني أنا وحدي مثلا حجبي لابس لبس مثلا محتشم نوعا ما، كتير اشتغلوا على الوتر اللي هو ممكن أنا يخليني مثلا اتنرفز أو كثير عصب، حتى ممكن انه ياخذوا مني حكي. 35 يوم لحتى عرفت انه انا موجوده بفرع فلسطين. قبل كنت موجوده بمكان بيشبه بس جدران مرتفعه بدون اي نوافذ حتى، او بدون اي صله مع دوره اليوم، من حيث انه هلا ليل او نهار. كان حس انه هذا المكان خلص هو القبر الابدي اللي انا ممكن ابقى فيه بين ما الله ياخذ امانته. أكدت المنظمات الحقوقية أن تحويل المعارضات للمحاكمات لا يتم إلا بعد وقت طويل من تاريخ الاعتقال الفعلي، إضافة إلى أن كثيرات يفارقن الحياة تحت التعذيب ولا يتم إبلاغ عائلاتهن بذلك. بحسب إفادات معتقلات ناجيات من سجون النظام، فإن المحاكمة لا تعني أن مراحل التعذيب النفسي والجسدي قد انتهت. وتقول نساء معارضات تعرضن للاعتقال إن المعاناة الأطول تبدأ عند إيداعهن في السجون. سجن طرطوس طبعاً كانت المعاملة كتير سيئة، إنه أنا أمن سياسي كانوا كتير يخافون من هاي الفكرة. بعرف إنه أنا شغلي أكبر من هيك صارت، بما إنه أنا كما شو معي مثلا ملفات معينه، ما كان الامر بهالسهوله انه انا اطلع من الفرع. اول اسبوع زمان كان التعذيب جدا، يعني تشبيه شبحوني مرتين، يعلقوني بالسقف وضرب، ما في رحمه يعني لا نساء ولا رجال عندهم. يعني اخر شيء مره بعد ما ضربني كثير بالعصايه هي احد المرات، يعني فبقول لي انه احسلك سؤال اذا جاوبتي عليه بتركك. يعني قلت له شو؟ قال كم ولد عندك؟ قلت له 3. قال لي أولادك أنت متأكدة إنه هدول من زوجك؟ يعني سؤال حقير يعني. فقلت له لك إذا عم تسألني متوقع مني جاوب، مالي رح جاوب، برجع كفي ضربك إذا بدك. يعني أقصى لحظة هي لما نكون عم نسمع تعذيب حدا تاني، هي فعلا أقصى من لحظات التعذيب على الشخص نفسه. بتذكر في شاب من حوران من نوى، بقيوا 5 أيام عم يعذبوه بس مشان يعطي اسم إعلامي قرية مجاورة، لكن هو رفض وبالآخر سكت صوته، يمكن استشهد تحت التعذيب ما بعرف. بالكامل في مساواة ما بين الرجل والمرأة بأساليب التعذيب، يمكن بالبدايات ما كان في هذا الشيء موجود، لكن على التطورات الميدانية والتطورات السورية كان النظام عم ينحى أكثر للخيار الدموي. الخيار الدموي ما كان بفرق بين جسد الرجل وجسد المرأة ولا حتى جسد الطفل. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 12,679 شخصاً لقوا حتفهم في سوريا بسبب التعذيب خلال 5 سنوات، مبينة أن 99% منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.
بطرطوس تبلغت انه انا رح كون مع المركب اللي رح يروح على الشام على محكمة الإرهاب. طبعا كان الخبر كثير صادم انه انا يعني خلص رح تكون رحلتي كثير طويلة بالأفرع. والله العليم شو رح يكون تعامل الأفرع الباقية معي، يعني ممكن انا نفدت بالفرع الأولاني من الضرب، ممكن يكون اللي بعده يعني ممكن انا موت، يعني بكل بساطة ما عندهم حاجز او احترام للجسد. بعد اسبوع من الاعتقال تم نقلي من فرع رجع لفرع ثاني داخل مطار المسجد العسكري. هاي اخر مره بشوف فيها زوجي، نقلونا سوا، كان كثير معذبينه يعني، وكان ما يعني مثل مغمى عليه، فبالزور يعني لحتى رد علي بكم كلمه يعني انه عم يسالوا كيفك، فبس قال لي الحمد لله وبس. هاي يعني بعدها ما عاد شفته. قال لهم خذوها. طبعا أنا الرعب اللي كنت عايشته كان لا يوصف. أنا ماني عرفاني حالي لوين رايحة. نزلونا على السراديب لتحت، طبعا عتمي، ما في ضوء، الريحة بتقرف، وتشوف عالم عم تطلع عليك من الشباك تبع الباب. يختصر السجن بأنه مصادرة لإنسانية الشخص اللي موجود فيه. لو كنا عم نحكي عن السجن بظروف إنسانية، أما ظروف الأفرع الأمنية بسوريا فهي حتى بالحيوانات لا تليق. تحرم المعتقلات تماماً من أي رعاية صحية، ويخضعن خلال فترات الاعتقال لتعذيب نفسي مستمر. والأصعب بحسب شهادات معتقلات سابقات هو العزل الكامل عن المحيط. يتركنا لفترات طويلة دون تحقيق، لا يسمعنا سوى صراخ معتقلات يعذبنا، ولا يتنفسنا سوى رائحة الدم. نشوف جثث لما نمشي بالكيردولات، نطلع على الحمام نشوف جثث ملحوشة على الكيردول. يعني كنا نحن زنزانة أبداً، مترين بمترين يعني بالضبط، يعني لأنه عديت البلاطات يعني تبعيتها. غالب الناس اللي برا أو هذا الفكروا أنه مشكلة المعتقل جوا هي بس أنه والله عم يعذبوه ويقتلوه. بشكل فعلي هي مو هون، يعني المعاناة الأكبر هي كيف عم يقضي أيامه إذا بدك بالمعتقل بزنزانة مترين بمترين قاعدين فيها 24 واحد. يعني هي أسوأ بمليون مرة من أنه تطلع تأكل أكل مسألو. خلونا لفترة تقريباً شي 15 يوم بدون تحقيق. طبعاً هذا كان لحاله رعب نفسي، يعني أنا ما بعرف إيمت ممكن يندق الباب أو حتى بدون ما يندق ينفتح وأنا أنشحت من جوا. كل نهار يعني ضل قاعدة، لا أقدر نام، لا أقدر أعمل أي شيء ممكن أنه ينعمل جوا، بس قاعدة عم بستنى الباب أو أسمع بس المفاتيح تبعت الباب حتى يكون يقظة، حتى ما أنه يغافلوني أو أنا ونامي أو أنا عم بعمل أي شيء. كانت الحياة تختصر بريحة الدم، ريحة صدى الحديد. الأصوات تختصر بفتح قفل الزنزانة وأغلاقها، بأصوات التعذيب، بصوت الصوت، بصوت الكهرباء هي وعم تضرب. ما فينا نعرف أخبار من برا إلا عن طريق اللي يجي حدا جديد، يعني أنه المعتقل، أي معتقل يجي جديد من برا فنحطه استجواب إذا بدك. يعني كان المعتقل لما يجينا من برا ننبسط للحظة، أنه استجواب أنه شو عم يصير شو صاير. كان يجيبونا جبني، المثلثات الجبني، بقى نحاول انه نلف القصديره، نحاول نرسم على الحيطان، نكتب هيك قصص شغلات، وكنا نحاول نقرا شو في موجود على الحيطان. كنت اتمنى على طول انه يكون معي كاميرا اقدر اصور الاشياء اللي كانت موجوده جوا. ولاجل السخري الاشخاص اللي كنت اقرا اسمائهم على الحيطان، كنت التقى فيهم بسجن عدرا. يعني هي مثل اشبه برحله، يعني الواحد لازم يمر على كذا فرع حتى أنه عم يوثق حالته أو شيء، يعني بحاول أنه يترك بصمي أنه أنا هون، يعني أنا مريت لهون برغم البشاعة، بس أنه أنا لا أنا مريت لهون. وتوثق نساء نجون من الاعتقال لحظات قاسية شهدنا فيها موت سيدات الحوامل بسبب تعقيدات الولادة وغياب الرعاية الصحية. أما الأقصى فهو موت أطفال حديثي الولادة في أقبية المخابرات ومراكز الاعتقال.
في نساء ماتوا بسجن عدرا وفي أطفال ماتوا بسجن عدرا والأطفال اللي مع أمهاتهم. كمان أحد العذاب هو الأطفال المسجونين مع أمهاتهم. كتير هذا أنا بحسه أنه يعني شو ذنبه هذا الطفل لحتى قاعد هيك قاعدة، يعني أنه في شيء أمهات كانوا حوامل ولده هنيك كمان بالمعتقل، يعني أنه هذا الولد فتح عينه لقى حاله قاعد بزنزانة يعني. ف وما في أي رعاية لا للأطفال لا رعاية صحية ولا شيء، يعني في طفلين ماتوا بالمعتقل لما كنا جوا اللي خلقوا يعني جديد، وفي مرة ماتت كمان صار ما حد يتنفس وماتت. تعتبر جولات التفاوض بين الفصائل المعارضة وقوات النظام الأمل الوحيد للإفراج عن النساء المعتقلات. وفي شهادات لناجيات أفرج عنهن خلال التفاوض، فإن عمليات اختيار من يفرج عنهن تتم بشكل عشوائي. تختاروا 5 بنات من الغرفة من أصل 30 بنت تحت مسمى التسوية وليس العفو. العفو ممكن أنه تمسح أدبارتنا كاملة، بس التسوية طبعاً هي تسوية أوضاع مؤقتة. أنا بدي أضل على تواصل مع الفرع. بتذكر أول شيء عملته أني أنا نزلت على الأرض ومسكت التراب. لما مسكت التراب وقتها حسيت أنه أنا ما عدت بالسجن، كنت محتاجة أتأكد. زوجي ما بعرف عنه شيء وقت لي يعني انتقلنا من فرع المهام اللي بالمطار المنزل لفرع التحقيق، شفته هاي آخر مرة. وبعدين ما كنت أسأل عنه على طول وكذا، ما في أي جواب يعني. بعد ما طلعت من المعتقل شي 5 شهور هو استشهد بالمعتقل، بس ما سلموني غراضه لبعد شي 9 شهور يعني عن طريق واسطة وكذا، لقدرت أنه أعرف أتأكد يعني من استشهادهم. بعد ما طلعنا من السجن طبعاً يحطون لنا ختم على الكف هون أنه أنت طلعت مثل المداجن، يعني أنه طلعت أنت من محكمة الإرهاب. شفت بنات عندهم الرغبة أنه ما يوقعوا على ورقة إخلاء السبيل وما يدفعوا الكفالة مشان ما يطلعوا يواجهوا المجتمع. تقول معتقلات الناجيات إن أصعب المراحل بعد الإفراج عنهن هي محاولة الاندماج من جديد في البيئة الاجتماعية، محاولات قد لا تنجح في الغالب بسبب غياب برامج الدعم النفسي والتأهيل من التعذيب. وقائع قاسية وقصص تحد وبقاء تخبر عنها سورية قهرنا الجلاد. ورغم إنهن أفلتن من قبضة الموت تحت التعذيب، إلا أن معاناتهن لا تنتهي بالإفراج عنهن. أنا ما بحس حالي أني تصرفت شيء غلط، يعني هو الوضع اللي كان صاير هو اللي كان غلط. التحدي الأكبر لما هاي المرأة لا بتلاقي دعم نفسي ولا بتلاقي دعم اجتماعي، حالة النبذ الاجتماعي أو حالة اللوم الاجتماعي اللي عم تشوفها النساء واللي عم تكون ضحيتها، هي عم تدخلهم بحالات نفسية وانكسارات أكبر بكتير من لو كان هذا المجتمع هو محتضن لهم. أنا أول ما دخلت على المعتقل يعني بداخلي كنت عم أقول إنه هي بالنسبة لي مثل تجربة أو مثل امتحان، يعني يا بنجح فيها بشتغل، لأنه كتير من الناس اللي دخلوا على المعتقلات يطلعوا كتير مغيرين. نقطة التغيير الأساسية بتبدأ من المجتمع، لما المجتمع بيغير أفكاره بيغير سلوكياته، فبالتالي بنغير الظروف للأحسن لدعم هؤلاء النساء.